ولد المسيح هللويا. صباح الخير، اليوم 25 كانون الأول عم نحتفل بولادة السيد المسيح بمذوة فقير. منعيد اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول عيد الميلاد المجيد على أمل أنه يحمل معه هالعيد كل خير على وطننا. أكيد حلقتنا لليوم من واحة المناسبة، أجواء ونشاطات ميلادية بالإضافة لختام فعاليات مهرجان بيروت ترنم وغيرها من التقارير رح منكون على موعد معها. وضيفتنا لليوم هي الفنانة والمرنمة كاتيا حرب لنعيش معها أكثر أجواء عيد الميلاد بالترانيم الدينية. البداية مثل العادة مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا على الخط أستاذ وسام عبد الله. صباح الخير، ينعاد عليك. مرسي، صباح نور، نعاد عليك وعلى كل اللبنانية. مرسي، والعافية والأمن والاستقرار إن شاء الله. مرسي، كيف كان هالعيد؟ والله حلو، كتير حلو. حلو؟ كان كتير حلو، إيه، يعني حبينا كتير. كيف رح يكمل؟ وحيكفي حلو كمان طقسنا هاليومين. نعم، الحال عام مثل ما عم تشوفوا الطقس عم بيكون مستقر تماما على الحوض الشرقي للمتوسط. اللي متوقعينه اليوم لطقس الخميس حيكون طقس صافي حلو اجمالا، حيكون في عنا ارتفاع بالحرارة، بنحس بدفء أكثر من امبارح. يعني الشيء اللي كنا نحس فيه امبارح فيما يتعلق بالسعة اليوم بتخف. والجمعة كمان طقسنا حلو كمان، شوية غيوم تستقر درجات الحرارة ويبقى الجو عنا شوي دافي. بس كان حلو الميلاد لو بيجي هيك شوي سقعة وشتاء. ايه بس انه بيحدد لك حركتك كثير، ما فيك تروحي كثير تعملي كثير زي بلكي بتخف هالعجقة على الطريق. ضروري، نعم معك حق. نعم، تفضل. درجات الحرارة قد ايه؟ نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل عنا اياها نهار الخميس من 9 ل 23، نعم، بالجبال من 4 ل 15، الارض 3 تحت الصفر ل 8، بالبقاع من 5 ل 17. الريح ما في عنا شيء، ضعيفة، يعني الهواء كمان ما بيأثر علينا والرطوبة مقبولة. طقسنا كثير حلو فينا نعتبر اليوم وبكره. الويك اند؟ هلا الويك اند السبت طقسنا يبدو كانه مبين في شيء حي بيجي بالليل السبت الاحد، بس انما بعدنا مش واضح كثير خايف من بكي غيرت، بس كان في شيء السبت عشيه ولا شيء قرب علينا شيء. الله يسمع منك. ان شاء الله. بنرجع نتاكد منكم باتصالنا جديد بالايام المقبله. ينعاد عليك من جديد، نتمنى لك نهار حلو وعيد حلو. جوال، كيفك اليوم؟ ينعاد عليك. صباح الخير، ينعاد عليك ولد المسيح. طبعا منعيد كل الناس يلي عم بيتابعونا واللي مش عم بيتابعونا اكيد بلبنان وبكل العالم. ان شاء الله هالعيد بيحمل معهم الخير والبركه لالهم لاهلهم بلبنان والمهجر. عناوين صحف اليوم 25 كانون الثاني بعد لحظات. إذا اليوم الخميس 25 كانون الأول، وفي عناوين صحيفة النهار: الملف السوري حضر في حوار عين التيني، قانون السير الجديد عالق في الروتين الإداري. جملات للنهار: حوار حزب الله والمستقبل إنجاز كبير، اتصال معايدة بين عون وجعجع في حضور كنعان وريشة. ضمن أسرار الآلهة: يكثر وزراء من السفر في مهمات رسمية أو حضور مؤتمرات ومعهم أحيانا وفود فضفاضة برغم وضع الخزينة الصعب. تؤكد أوساط بكركي أنها عندما تنتقد السياسيين ولا تميز بينهم فلكي لا تتهم أو تتهم بالانحياز. نفت أوساط حزبية أن تكون زيارة مسؤول سياسي سابق إلى مقرها أكثر من زيارة مجاملة وهو لم يكن وسيطا. لوحظ أن جمعيات وجهات تعمد إلى فتح إذاعات جديدة من دون ترخيص ومن دون إعلام المجلس الوطني للإعلام. تبين أن مساعدات تصل عبر مؤسسات دولية للاجئين السوريين وتستثني العراقيين. بعناوين صحيفة السفير اليوم: هل ينجح الحوار الثنائي في إنتاج تحالف خماسي؟ مصيبة التطرف التكفيري تجمع ما فرقته السياسة. وبالصورة الرئيسية: فلسطينيون عم بيتوجهوا لأداء صلاة الميلاد بكنيسة المهد ببيت لحم مبارح، وعم نشوف طبعا زينة المنطقة بمناسبة عيد الميلاد ووفود من الناس عم تتجه إلى الكنيسة. إسرائيل تعزز استيطانها 380 وحدة في القدس، شهيد في خرق هدنة غزة، أعمار أم انفجار؟ لماذا تأخر الحوار بين المستقبل وحزب الله؟ وختاما: داعش يسقط أول طائرة للتحالف فوق الرقة، ضربة لسياسة الغارات وامتحان للنفوذ الأردني. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الحياة: خلية أزمة لتحرير طيار أردني أسره داعش، التنظيم يسقط F-16 بصاروخ حراري، والمعارضة السورية تنسق في القاهرة قبل موسكو واحد.
عشرات القتلى والجرحى من الصحوات بهجوم انتحاري، استدعاء رموز في عهد المالكي للتحقيق في سقوط الموصل. روسيا تهدد بمقاطعة الأطلسي، يريد أوكرانيا خط تماس. الراعي وسلام شددا على أولوية انتخاب رئيس للبنان، حوار المستقبل حزب الله اختراق وحيد ولا مبالغة في التفاؤل. جماعة الحوثي تعتقل متظاهرين طالبوا بإطلاق زعيم قبلي، محاصصة بين هادي والحوثيين تطيح موالين لصالح. مسلسل التوتر العرقي في أمريكا، مقتل شاب أسود برصاص شرطي. وختابا، كوبا ثورة تساقطت أنيابها وتحولت مفتاحا للتجارة. ومن الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل يلي بتخص بالصورة الرئيسية اليوم لمشاركين بالاحتفال بالميلاد أمام كنيسة المهد ببيت لحم. الميلاد في المهد هو عنوان الخبر. ومن الأجواء الميلادية إلى الأخبار السياسية، رسالة الميلاد تتضرع لانتخاب رئيس متجرد من مصالحه، والحريري يتمنى حلحلة للأزمة في 2015. الراعي مرتاح جدا، لا خلاص إلا بالحوار. تدابير استثنائية للداخلية في فترة الأعياد. ملف العسكريين المخطوفين يلامس أطرا مفيدة. ترحيب واسع بفتح طريق رياض الصلح. المستقبل وحزب الله أكثر من لقاء وأقل من اتفاق. صفعة جديدة لمزارعي البطاطا في سهول راشية والبقاع الغربي. داعش يسقط مقاتلة أردنية ويأسر الطيار. مسؤولون استخباراتيون مصريون وقطريون في القاهرة لترتيب قمة بين البلدين. 380 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. وختاما، توقيف عشرات المسؤولين الكبار في القطاع العام، أكبر فضيحة فساد في تاريخ إسرائيل. نتابع مع عناوين صحيفة الأنوار. عيد الميلاد في بيت لحم من العناوين السياسية الرئيسية. وفي العناوين السياسية، تفاؤل بر وسلام بنتائج الحوار. الأردن، إرهابيو داعش أسروا أحد طيارين في الرقة السورية. جعجع يعيد الراعي والجميل وعون. وبقلم المحلل السياسي، جمهورية الفساد برا بحرا وجوا. السيسي، المخططات الدولية لتدمير مصر مستمرة. 41 قتيلا بتفجير انتحاري قرب بغداد. وزير الخارجية الليبي، بلدنا قد يصبح مثل سوريا. واقتصاديا، القاهرة لن نتأثر بأي حظر روسي لتصدير القمح. وبختم مع رفيق خوري وعنوان مقالته اليوم، بابا العدالة الاجتماعية وإكليروس ألزهايمر الروحي. ومن الأنوار إلى عناوين اللواء، سلام في بكركي مع هواجس الميلاد، الشغور الرئاسي بات عبئاً، الحريري يأمل بحلحلة للأزمات ومعايدة تسرع لقاء عون وجعجع. أيضاً في اللواء اليوم، التحالف الدولي ضد داعش يخسر أولى طائراته فوق سوريا، إسقاط مقاتلة أردنية بصاروخ أرض جو فوق الرقة وأسر الطيار. بقلم المحامي محمد أمين الدعو، اللغط القائم حول تشريع زراعة وتجارة المخدرات. قمة برعاية الملك عبدالله في الرياض بين السيسي والشيخ تميم لإتمام المصالحة. وختاما، حماس تحذر من خرق التهدئة بعد استشهاد أحد عناصرها، غارات إسرائيلية على غزة ومنح تراخيص للاستيطان في القدس. من اللواء إلى البلد، صلاة بكركي الميلادية، انتخب رئيسا للجمهورية. في لبنان، غاب العيد وبقيت الشجرة. ميلاد في مغارة بيت لحم. البترون تعيش فرحة الميلاد. وأيضا في العناوين، مهد المسيح فرح عظيم رغم المعاناة. وختاما وبالصورة الرئيسية، ميلاد الرجاء. جولتنا بتتابع بترجمة العناوين صحيفة لوريان لوجور اليوم. الراعي ينتقد التبعية وقلة الولاء الوطني. عيد الميلاد مع علامة أمل في أنقاض القدس. وختاما، في سابقة، إسقاط طائرة لداعش أو داعش يسقط طائرة والطيار الأردني في قبضة الجهاديين. في عناوين صحيفة الشرق، بري أجواء الحوار إيجابية ومشجعة ويمكن أن يتوسع. سلام من بكركي، إما يكون لنا رئيس أو لا يكون. ضمن رأي الشرق، بقلم عون الكعكي، رسالة إلى الزعماء المسيحيين وبالأخص إلى الجنرال عون. علاوي يطرح مبادرة للمصالحة الوطنية إنقاذا للعراق. تجدد الاشتباكات العنصرية في الولايات المتحدة. مقتل 3 قياديين لحزب الله في بيروت أو في يبرود عفوا. داعش يسقط طائرة أردنية ويأسر طيارها. وبالختام، الصورة الرئيسية للوجهات يلي بحسب تعليق عناوين صحيفة الشرق اليوم على الصورة، الوجهات فقط للفرجة، الأعياد لم تحرك الأسواق.
ومن الشرق إلى الشرق الأوسط، رئيس الاستخبارات القطرية في القاهرة لتسريع عجلة المصالحة. المحادثات تناولت دور قطر في ليبيا، ومسؤول مصري ننتظر خطوات أخرى. حوار المستقبل وحزب الله لا صفقة من دون المسيحيين. التنظيم زعم إسقاطها، والبنتاغون لا يستبعد خللا فنيا. غموض يلف سقوط مقاتلة أردنية وطيارها أسير بيد داعش. المرزوقي يدعو للتهدئة وإحراق مقر لنداء تونس. رقعة الاحتجاجات تتسع جنوب تونس، والسبسي ممتن لأصوات النساء. وختاما في الشرق الأوسط، تصل إلى 25 مليون دولار للعام الواحد بحسب الباقات. ام بي سي تتفاوض لبيع الدوري السعودي بأرقام مبالغ فيها. جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة الأخبار. لا ترقيات استثنائية. سلام والمستقبل يرفضان مكافأة ضباط الجيش والأمن العام من دون الأمن الداخلي. ضمن تقرير إسرائيل 2015، منازلة صعبة مع حزب الله. وختاما، مسلخ بيروت هل يقفل نهائيا؟ ونختم جولتنا مع عناوين صحيفة الجمهورية. ارتياح لكسر الجليد واستعجال الرئيس. قذائف وبنزين وموارنة. ميلاد لبنان زينة وأضواء، أين الطفل يسوع؟ الرئيس الروسي وتحديات احتواء الأزمة. وأيضا في الجمهورية، ظريف يبشر باتفاق نووي نهائي وسريع. وبختم مع صورة رئيسية لزوجة الشهيد المقدم داني حرب وأولاده 2، وصورة بعنوان يا ريت ينزل بابا من السماء. أكيد لألهم ولكل أهالي ضحايا الجيش منوجه تحية طبعا، ومنعيدهم على أمل هالعيد يمروا عليهم بخير وسلامة. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني، من بعده منتابع. توقف النشاطات الترفيهية الميلادية لتاخذ محل مواعيد الاحتفالات الإلهية. الساعة 10 الصبح قداس احتفالي بكاتدرائية القديس جورجيوس بساحة النجمة. أيضا قداس بترأس راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر بكاتدرائية مارجريس بيروت الساعة 11 الصبح. خبركن قصة صغيرة صغيرة القصة، وانتو صغار نحكي وبتصير الليلة قصيرة، بكرة ان شاء الله تصيروا كبار. ليلة عيد فرح جديد، والأطفال انوعدوا بالطفل السعيد. غنيات لعبوا زينات، وتتزين الشجرة للميلاد السعيد.
تكريما للعماله الثلاثه سعيد عقل، صباح وبديع الصافي، اصدرت وزاره الاتصالات مغلف تذكاري بيحتوي على طابع لكل واحد منهم بيحمل عباره ثلاثه عمالقه من لبنان الى الزمان خلدوه فنا وشعرا وصوتا في ذاكره الايام. كتب على طابع الشحروره: شمس اشرقت موالا فرحا في سماء الاغنيه. Ali Gali est connu chez tous les Occidentaux. Elle est adaptée avant, est connue chez les Orientaux. Presque le même, et tout le monde l'aime. Mais il faut dire je t'aime, Ali Dabdi Yaba. Ali Dabdi Yaba, oh, Ali Dabdi Yaba, oh. L'amour c'est l'amour, sous n'importe quel ciel. Après lui toujours, c'est la lune de miel. على طابع سعيد عقل، قصيدة عنفوان رفعت لبنان إلى حد الشهب والنجوم. أما على طابع وديع الصافي، صوت لم تقهره الأيام وحنجرة صدحت حبا وصلاة. ما رجعت بعد من ناطر مين، من ناطر أبواب الشوق، من ناطر ناطر هالطل وتقلي يا هالمتعوب شو ناطر. وإن كان البعد نفسها بتضل تغني وناطر، بيضل العاشق عاشق والناطر بيضل ناطر. نحن بكير حبينا، حبينا كتير، حبينا سوينا شبابيك الغربي. تم وضع هالمغلف بالتداول ب 2000 نسخة بقيمة 10,000 ليرة للمغلف الواحد، ومنذكر أنه طابع لصباح وبديع الصافي كانوا صدروا بالعام 2011 ولسعيد عقل بال 2012. بالعودة للنشاطات الميلادية وبرعاية البطرك الراعي وبدعوة من راهبات القلبين الأقدسين، ريسيتال بعنوان ميلاد لبنان 2014 بحدث عم بيصير لأول مرة، والهدف منه تحصيل مبالغ من المصاري لدعم صندوق التعاضد بمدارس القلبين الأقدسين لمساعدة الطلاب اللي بيعانوا من ظروف اجتماعية صعبة. ريسيتال بتحيي جوقة خواب النغم بقيادة الأب حنا عيد يوم 30 الشهر الساعة 7:30 بقصر اليونسكو. نرجع مننتقل عند جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم. المفروض أنه تكون خفيفة اليوم حركة السير. نعمل جولة على أبرز الكاميرات. مثل ما قالت جوال، على الأرجح ما رح يكون في عجقة سير اليوم، فرصة والناس ببيوتها كلهم عم يحضرونا. بجسر سليم سلام حركة كتير خفيفة للسيارات، من سليم سلام إلى أوتوستراد الزلقة اللي عم تشهد على حركة شبه معدومة تقريبا بالخطين. رون بوان صيدا ناشطة شوي شوي أكتر، وبجوني كمان خفيفة جدا. وخلص المؤهل الأول أحمد شعبان معنا من غرفة التحكم للمرور ببيروت. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ينعاد عليك. الحمد لله، ينعاد عليك وعلى جميع اللبنانيين إن شاء الله. شكرا، وعليك كمان. تفضل. نحن شفنا بالكاميرات ما في سيارات ابدا، يعني كلام يعني نهار عطلي عيد ينعاد على الجميع. شكرا. حركه السير شبه معدومه على اغلب الطرقات، حركه السير كثير طبيعيه مداخل العاصمه بيروت، ما عم يشهدوا اي ضغط او اي حركه سير قويه. اوكي. كذلك شوارع المدينه، نعم، ما في عندنا اي عوائق على الطرقات او اي طرقات واي اشغال وما في شيء، كله سالك. كله تمام. ما في عندنا شويه اشغال على نفق المطار من خلدي باتجاه بيروت، بيخلص الساعة 9، عم بيظبطوا كيبل، بس اجمالا ما مأثر حركة السير. هو إذا في أشغال لازم تصير اليوم لأنه ما في حركة سير هلأ صباحا على القليلة، يعني صحيح. ماشي. ومنذكر أنه في القرار اللي طلع عن صدر عن شعبة العلاقات العامة، نعم، بينتهي اليوم الساعة 12 بالنسبة لوقف سير الشاحنات على الطرقات الدولية والاوتوسترادات ضمن، نعم، محافظة جبل لبنان. أوكي. اعتبارا من الساعة 1 بعد الظهر امبارح كان بيستمر لغاية الساعة 12 الظهر اليوم. وبخصوص حوادث السير؟ بالنسبة لحوادث السير تسجل عندنا من امبارح لليوم 7 حوادث سير، للأسف كانت نتيجتهم عدد القتلى كثير ضخم اليوم، 4 قتلى و3 جرحى. للأسف، مع أنه صباحا نحن ونازلين ما صادفنا ولا حادث سير، صرت أقول أنه إن شاء الله تكون هالليلة هادية. صحيح. للاسف. يلا بنتمنى السلام العام للكل. اكيد ما ينخطوا. يلا يعطيك العافيه. وانت كمان شكرا لك المؤهل الاول احمد شعبان، يعطيك العافيه. بنحكيكم بكره وينعاد عليكم مره ثانيه. ميرسي لك، يعطيك العافيه. الله معك. بريك جديد بنرجع نتابع اخبار صباح.
صباح الخير. اليوم ولد المسيح، هللويا. بعيد الميلاد المجيد منرفع الصلوات والترانيم على نية لبنان والوطن العربي، منوضع كل النوايا أمام الطفل يلي ولد بمزود، ومنصفي قلوبنا ومنصلي. منصلي من أجل العسكريين المخطوفين على أمل عودتهم بالسلامة، منصلي من أجل الظالمين بالعالم على أمل أن النور يلي أضاء مغارة بيت لحم يشع بقلوبهم محبة، منصلي من أجل فلسطين المحتلة وسوريا يلي اشتاقت للعيد على أمل أنه تتحقق كل أمنياتكم الصغيرة والكبيرة. من عيد الطوائف المسيحية واللبنانيين عامة، ميلاد مجيد. بعيد الميلاد بيتبادلوا الناس الهدايا ليأكدوا على أهمية الحب والعطاء والمشاركة، ومثل ما كان الطفل يسوع هو الهدية للبشرية، بالميلاد في ناس ناطرة كلمة حلوة ومساعدة مادية أو حتى معنوية. وما أحلى العطاء بزمن الميلاد لما يكون بصمت ودون مني. راهبات المحبة حاضرين بصمت حد الفقير والمحتاج من خلال تأمين الطعام لكتار من المحتاجين. تقرير لرويدة الصفدي، منتابعه سوا. نلتقى فيهم بشوارع بيروت وضواحيها، وعلى الأغلب على إشارة السير وبكل الأوقات. هن منوا المتسولين بل عاجزين عن إيجاد لقمة العيش، الإيواء وحتى الدواء، وعلى وجه كل واحد منهم خيوط وتجاعيد بتلخص حكاية حياة فرضت الأسى والوجع والحاجة. أنا عم بشحد على الطريق، بياخدني أنا كتير عم يشحدوا، بياخدونا على المخفر، بيقبضوا علينا بظهرونا. طب لما يجي بياخدوني على المخفر بيقولوا لي، اللي يسألوني سؤال بالقليل، اللي عم تشحدي؟ عندي ولد واحد غير الصليب، بدي ظهره، ما في بيت لحتى ظهره نايم فيه. نايم بالشارع أنا. مدرسة. وين عايش؟ بالشارع. كان لي ابن معين مات، توفى وبعت بيتي ومفصول عن مرتي. مصاري ما معي مصاري، بس جيت من هون. شو بيعمل؟ أكل وما أكل. أنا عم بيع معانا أزبيني، مكسر أجري عنوي في لحتي بيع معانا أزبيني. ملي بيقول الله يعطيكي، يعني بحس حالي عم بشحد. شو ذنبي أنا إذا ما إلي ضمان شيخوخة ولا طبابة؟ شو بدي أنا؟ ما عم طريق إلا إجي لهون عند ربيت يعطون لقمة أكل. حرام ندفع حالنا من هون، بحنوا علينا بيعطونا أكل. بدون ما نكتر حكي، كل إنسان لما محتاج ما بيجي لهون. بزمن الأعياد منتذكر المحتاجين، ولكن مدرسة راهبات المحبة في كليمنسو يلي تأسست عام 1853 وكانت أول مدرسة تسجل في وزارة التربية، فكرت بالمحتاجين قبل ما تفكر ببرنامجها الأكاديمي. الختيار عنده هوية واحدة، أنه هو ختيار، وأنه الهوية الثانية أنه هو محتاج. نحن بنعمل تحفيز للتلاميذ أوكي، لحتى من هن وصغار يعرفوا قيمة العطاء ويفرحوا هن بالعطاء. العطاء بيجي من القلب، هيدا من المحبة، وأكيد خاصة لما يكون واحد ختيار مسن لازم نعتني فيه. نحن ما عنا هدف بالحياة إلا هالولد، كلنا ولد الله.
57 ختيار وختيارة بيقصدوا مدرسة رهبات المحبة 3 مرات بالأسبوع، ولقمة أكل صغيرة من إيد هالمدرسة وطلابها هي سند كبير لهالمسنين. إذا نحن مساعدين مين بدي يساعدهم؟ ما في عندهم غير الله هم. هذا الفقير المسكين بيجي تياخذ أكل، ما معه مصاري، ما عنده أهل، ونحن مثل أهله يعني. نحن المدرسة خلتنا نساعد الختيار ونفكر فيه، لأنه من حقنا إنه نساعد غيرنا والمحتاج، نحن مش محتاجين، نحن عم نتعلم وعم ندرس وعم ناكل، أما هو ما عم ياكل. حياتنا مش أبدا من حياتهم، هن لازم يعيشوا مثل ما نحن بنعيش. الدولة هي لازم تساعدهم كرمال ما في حدا يساعدهم غير الدولة. بحس انه نحن مجبورين فيهم، لانه نحن معقول شي نهار نكون مع مثلهم محلهم. هلا اخذت انا صورة الوجه اكثر من صورة الاكل، يعني لحتى يشوفوا قد ايه هالوجوه عايزه اكل. نحن واجبنا بالاخر كمان نساعد الاكبر منا. ويمكن هيك منعيش المعنى الحقيقي للعيد، ودائما من أجواء عيد الميلاد مهرجان بيروت ترنم يلي أصبح محطة سنوية من كانون الأول كل سنة بيطفي جو حلو على هالشهر المبارك. هالمهرجان وصل لختام فعالياته يلي جال من خلاله على كافة الكنائس ببيروت. الختام كان من كنيسة مارمارون بالجميزة يلي شهدت على أمسية بعنوان ليليتاني دو لا فيرج، وتفاصيلها بهالتقرير. بعد عرض 23 ليلة من الأمسيات الموسيقية الراقية اختتم مهرجان بيروت ترنم بدورته السابعة. هالأمسيات الميلادية كانت فسحة أمل لكل اللبنانيين وجمعتهم مع الموسيقى، والأمسية الختامية أضاءت كنيسة مارمارون في الجميزي مع الفرقة الفرنسية أنسومبل كوريسبوندونس. اليوم الختام فيه كتير فرح، الفرح أنه أول شيء قدرنا نستمر مع مؤسسة الحريري وست بهية حريري، كان عمل جبار انه بكل هالظروف الصعبة نقدر نكفي ونستمر. شوف الناس كتار كمان والناس مبسوطين، وان شاء الله هالعيد يجيب خير على لبنان ونضل نحن كلنا بهالمستوى الثقافي العالي كمان. This year we come with a Christmas program with special French Baroque Christmas. Some are in Latin, some are in French, and with a special traditional Christian Christmas. يعني حد العنف والدمار والخبيط والإلغة والكلها، نحن بنقول إنه لا، بعد في مساحة ثقافة وجمال وذوق ورهافة، وإنه شرقنا كمان في يحمل أيام مثل هودي. حوار الأديان والحضارات، ميشا جسدته بكنيس بيروت، لقينا في الفيحاء اجت رتلت جمعة الماضي، منلاقي مسلمين مثل ما منلاقي مسيحيين بالكنيس. مشاركة الناس ضمن نشاطات مهرجان بيروت ترنم أثبتت أن بيروت هي مساحة للحرية والفن والموسيقى، وعيد الميلاد هو العيد يلي بيجمع كل اللبنانيين. عطى جو حلو للعيد، كتير حسينا بالعيد مع كل
وضع القاطعين فيه، يعني أعطانا جو عيد كتير حلو. بضل جو الفرح والطاقة وإرادة الحياة وحب الحياة هي أقوى. بهالمهرجان عم نحس حالنا كأنه بأوروبا. كتير حلو، هي الموسيقى أصلاً بتجمع الناس. It's one of the best. We've come to several concerts and we're really enjoying both the choral and also the instrumental. أنا كتير مبسوطة إنه عم بيعملوا فستيفال زي كده to spread music during this very good time of year. أنا متابعهم إلي شي 3 سنين وكل سنة في أشياء جديدة حلوة. والحلو إنه it's for free وشي حلو كمان ببيروت. بتجيب لنا التراث الموسيقى من برا لهون، يلي نحنا مش قادرين مثلا نقدر نروح لبرا مثلا نحضر كونسير في الهارمونيك أو. أنا ديجا كل شي شان دو نويل وهيك كتير 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 بحب. بدي لهم ميرسي لأنه عم بحطوا الموسيقى de niveau international à la portée de tout le monde. انا بس ولا بدي لك كل سنه بنطر اول ديسمبر بس لهال 23 يوم الحلوين جدا 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 للي كتر خيرهم عم يعملوا هالايفنمون ببرهن لبنان شو هو. بدي أقول أنا جيت لأحضر كونسرت نويل. كل عام وأنتو بخير. حلقتنا متابعة معكم وبمناسبة الأعياد وبهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، دعت جمعية بسمة أطفالها إلى بلانت ديسكوفري لتمضية نهار كامل كله ألعاب ترفيهية وتثقيفية بمناسبة الأعياد المجيدة. تقرير. بصيرة كتير مبسوطة. اليوم لعبت مع فوفو. فين اروح اتخلي شربيل؟ لأن الطفل هو المعنى الأول والأخير بكل عيد، فرحجة الميلاد ما بتكمل إلا بفرحة الأولاد وتلبية طلباتهم شو ما كانت الهدية. لذلك بتقوم جمعية بسمة بدعوة أطفال الجمعية إلى البلانت ديسكوفري بأسواق بيروت لتمضية يوم حافل باللعب والاكتشافات والنشاطات. جايين نلعب ونتسلى وناخد تدويات لعبة البراويز. عم بعمي بناية نشم شو بقلبها ونقول شو هي الريحة. شوفي كيف نحن للسادس سنة على التوالي عم نعمل ميك كريسمس ويش كم ترو بروجرام، يعني كل ولد وكل ام وبي وحتى التيتا والجدو، يعني كل فرد من العائلة بيطلب منا شو بده على العيد، مش بس هدية، وقت اكثر من هدية. بما انه هيدا عيد نويل وعيد العطاء، دونك فكرنا بالولاد اللي بحاجة مشان تيكونوا بهيك اسباس ما قادرين يجون لوحدهم، دونك شفنا الجمعيات وبيناتهم بسمة اليوم عم نستضيفها. هالنشاط اللي وضع الطفولة بأولى اهتماماته أتى بالتعاون مع شركة سوليدير، فأتى أولاد العائلات المحتاجة لعبوا اكتشفوا وعملوا الشوكولا، والأمهات أيضا أمضوا مع الأولاد نهار بمثابة عيد.
الاهل هلا اغلبيتهم كله عم بيشتغلوا هيك، بس الا ما نلاقي يعني شويه وقت كمان ندهرهم فيهم كمان ونلعبهم. بس هيدا كله بكلف، والمشكله انا بلبنان دوله ما بتامن شيء. بقى اذا بدك ضهري ولدك بدك موازنه. كثير مهم يكون في جمعيات، لانه العائله لوحدها اذا بدها تاخذ الاولاد وتجيبها ما فيها لوحدها. بتصدقي انا يمكن لو ما هي الجمعيه بحترمهم وهيك ما الي ما بسترجي طلع اولادي وين ما كان. مبسوطين انه كلنا مع بعض وعم نتشارك بكل شيء، بنتعلم اشياء جديده. حلو دائما نحس بالعيد. يا ريت كل يوم في عيد. امبارح وبمطلع الأخبار الثقافية أخذنا خبر من صحيفة النهار، عنوانه كان زهرة المدائن، ومن وحي هالخبر حطينا أغنية بصوت السيدة فيروز، وذكرت أنا أنه هي كتابة الشاعر سعيد عقل، وباتصال كتير كريم من الشاعر هاريز غيب خلال النهار وضح لي أنه في لغط حول هالموضوع. ولنعرف أكثر هو معنا باتصال مباشر على الخط. صباح الخير أستاذ هاريز، عاد عليك. يسعد صباحكم وينعاد عليكم مستقبل دايما مزهر. شكرا شكرا، نحن كتير بسعدنا انك بتحضرنا كل يوم بتتابعنا. صحيح. وكتير كان حلو اتصالك امبارح، وانا بشكرك على هيدي اللفتة، وكان لابد انه نوضح، لانه مش بس انا، كتار كمان من الاعلاميين الزملاء وقعوا بهيدا اللغط، خاصة عند وفاة الشاعر الكبير سعيد عقل. نحن مفكرين انه زهرة المدائن هي من كتابته. بقى لقلك التوضيح، تفضل. لما توفى الشاعر سعيد عقل، فعلا وسائل الاعلام كلهم من خلال تكرار أو تعداد قصائد سعيد عائل اعتبروا أنه زهرة المدائن لإله. بالحقيقة زهرة المدائن هي من شعر وتلحين الأخوين رحباني. نعم. سعيد عائل كتب لفلسطين قصيدة وحدي: سيف فليشهر في الدنيا ولتصدع أبواق تصدع، الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع. نعم. أي قصيدة سعيد عقل لفلسطين. أما زهرة المدائن لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، هاي من شعر الأخوين رحباني ومن تلحين الأخوين رحباني. في بعض الزملاء وقعوا بهالغلطة، وبجريدة النهار بكل نبل وبكل حرفية ومهنية رجعوا اعتذروا بالعدد التالي وقالوا أنه زهرة المدائن هي للأخوين رحباني وليست. نعم. لسعيد عقل. نعم استاذ، ليش هيدا اللغط؟ ليش نسبينا للشاعر سعيد عقل؟ حلو هالسؤال. انا بعتقد جوال انه اللغط اللي صار او الخطا اللي صار هالقد فيها شعر زهرة المدائن، هالقد فيها شعر عالي وشعر قوي بيشبه كتير شعر سعيد عقل. لذلك خلطوا بين شعر سعيد عقل وبين الاخوين رحباني. بالمناسبه بهالصبحيه بهالعيد بحب اكد انه الاخوين رحباني شعراء كبار بمقدار ما هني ملحنين كبار، ومنصور رحباني بعد غياب عاصي اصدر 5 كتب شعر، هذا دليل انه شاعرية الاخوين رحباني ومنصور رحباني بعد عاصي لا تقل شاعرية ابدا عن شعراء لبنان الكبار. نعم. استاذ هاوري، مبروك للفن والادب والشعر بالمغلف يلي اصدرته، المبادره يلي اصدرتها وزاره الاتصالات، وهو جمعه من خلاله طوابع للعمالقه الكبار، استاذ وديع الصافي، سعيد عقل وصباح. حلوه اللفته. حلوه اللفته لانه الدوله بتكبر، لما بتعمل هيك الدولة بتكبر مش الكبار بيكبروا، وهيدي طبعا تحية نبل للمسؤولين بالدولة يلي قاموا بهالبادرة الحلوة هاي. وأتمنى دايما إنه الدولة تستند على المبدعين الكبار حتى هي اللي تكبر فيهم، وشعبنا يكبر بهالمبدعين الكبار يلي بيضووا بهالزمن الأسود يلي السياسي المحلي أو غير المحلية عم بتوقع لبنان فيه. نعم، نحن عم نرجع نتابع سعيد عقل، انحكى على تلفزيون لبنان. نعم. وعم نشوف قديش طبعا بحرفية استاذ هاري عم تقدر تطلع من الشاعر سعيد عقل كل هالمعلومات وهالمواقف الحلوة اللي عم نشوفها. بنرجع منبارك لك مرة تانية. شكرا، أنا بشكرك على هاللفتي وهالحلقات هاي اللي عم بتابعوها من أصدقائنا المشاهدين، هني 53 حلقة. وبالشكر طبعا
طلال المقدسي صديقنا مدير عام التلفزيون يلي أمر بأنه يرجعوا يعيدوا الحلقات. نعم أستاذ، معقول يتحولوا لدى بيبي؟ أتمنى أنه يتابعون الناس سيكتشفوا سعيد عقل بصورة أخرى غير يلي بيعرفوا فيها. هن مش موجودين على دي في ديز ما هيك؟ لا، بعد ما صدروا على دي في ديز. في شي مشروع؟ أتمنى أنه تلفزيون لبنان يلي هو صاحب الحقوق بهالحلقات أتمنى أنه يصدرهم فيما بعد، لأنه في كتار عم يتصلوا فيي بدهم هالحلقات. صحيح. أو بدهم نماذج منها. نعم. بعده كل الحقوق ترجع إلى تلفزيون لبنان. أتمنى أنه لما بيخلص عرضهم بعد شي 40 أو 45 أسبوع من المقبلين، كل يوم الساعة 8:30، أتمنى أنه تلفزيون لبنان يوضعهم بالتداول، لأنه في كتار بحبوا يخدون على مكتبه. نعم. أستاذ عوري، عم ترجع تحضر الحلقات؟ نعم عم برجع بحضر الحلقات فعلا، وهالأمر عم بخليني اتأكد أكثر وأكثر قدي كنت على صواب أني اتركه يشرح ويحكي اللي بده إياه. بعض أصدقائي الإعلاميين كانوا عم بلوموني لما انعرضوا للمرة الأولى، بيقولوا لي شو بك بتسأل سؤال وبتتركه يحكي، لازم تقاطعه، لازم تجادله، لازم تناقشه، لازم تعاكسه. قلت لهم أبدا، أنا عامل حالي جسر تتعبر علي أفكار سعيد عقل، مش شغلتي أنا أقعد وقفه وناقشه وجادله. هاي بتعملوها أنتم مع السياسيين يلي بتستضيفون، وأنا بحترم طبعا طريقتكم بالحوار معهم، أما أنا ما بدي ناقش سعيد عقل، أنا مهمتي أني أتركه يحكي، ضويله وذكره ببعض الكلمات اللي قايلها تيشرحها أكثر، ذكره ببعض القصائد اللي قايلها تيحكيها أكثر. وتوفقت ببعض الحلقات أني أقرأ له نص من شعره شعرا أو نثرا من لبنان إن حكى، لحتى يشرح الأفكار يلي موجودة بها القصيدة أو يلي موجودة بها النص النثري. نادرا ما كان عندنا فرصة أن يشرح الشاعر هو بذاته قصيدته أو قطعته النثرية، قدرنا نعمل هيك لما سألت سعيد عقل يشرح بعض نصوصه. نعم أستاذ، إذا بنطلب منك تقلنا قصيدة من شعره شو بتختار؟ بختار هالقصيدة اللي لقصتها طريفة يلي هو كتبها مرة وتركها للأخوان رحباني بعد مدي سمعة ملحنة بصوت فيروز، قال له لمنصور أو لعاصي ما بذكر، قال له يخرب بيتكم بتكتبوا مثل سعيد عقل، قال له عاصي أو منصور، قال له يا أستاذ هاي القصيدة لإلك، أنت كتبتها وتركت لنا إياها على الطاولة ورحت. شو بتقول؟ القصيدة بتقول: لاعب الريشة وغوى واضفر العمر ورود، وهوني من ليس يهوى، لم يزر هذا الوجود، بي بشعري بالغدائر بالحلى حول يدي، طر وخلي المجد طائر، كسر الغار علي، أنا حبي سيف ظافر حمل الدنيا إلي، سلب البحر الجزائر، قال شكيها عقود، لاعب الريشة وغوى واضفر العمر ورود. يسلم تمك ويسلم إيدين اللي كتبها. تسلمي. شكرا واللي لحنها واللي غنتها طبعا. طبعا استاذ عوري، نحن سعيدين انه تصبحنا باتصال معك بهيدا العيد. انا اللي بشكركم على هالتوضيح اللي كان ضروري، ونحن بنشكر اتصالك، انا شخصيا بشكر اتصالك، وعلى امل انه لما يكون في اي شغلة عن جد بعز علي التليفون من حضرتك، ودغري يعني عن جد بيكبر قلبي، وبعرف انه استاذي بعده عم بيتابعني ومهتم فيي. شكرا لك. هذا دليل احتراف من حضرتك ومن زميلتك ومن هالبرنامج ومن هالمحطة الراقية. شكرا. نحن هالقصيدة رح نسمعها هلأ مغنيات بختام اتصالنا معك. الى اللقاء. ينعاد عليك. ينعاد عليك. شكرا لكم. وهو واضفر العمر ورود، وهو لي من ليس يهوى، لم يزر هذا الوجود، لعب الريشة وهو واضفر العمر ورود، وهو لي من ليس يهوى، لم يزر هذا الوجود، لك هذا الريح عود والغمامات وتاج،
هذا الريح والغمامات وتر ذات بدد كالجرود ويجمع كالقمر لعب الريشة وهو وقل عمره وهو ليما ليس يهوى لم يزر هذا منتابع حلقتنا وبمناسبة العيد اليوم بصيرنا نستقبل الفنانة والمرنمة كاتيا حرب. صباح الخير. صباح الخير. ينعاد عليك. ينعاد علينا جميعا. اشتقنا لك. أنا كمان. كيفك منيحة؟ تمام تمام. لازم تكون كتير منيحة من بعد إصدار. لا نشيطة مع أنه بس نايمة ساعتين. بتعرفي كلنا نايمين سبحان الله عيد بتبقى هيك محمسة يعني. كنت عم بقول إنه لازم تكوني منيحة من بعد إصدار سي دي. مبروك. فينا نشوف الكفر؟ إيه. كتير حلو. والحلو في السي دي بيختلف عن كل السيديات يلي كنت سبق واصدرتيها قبل, لانه من بعد ما عم تدرسي للسنه الثالثه اوبرا, هو ستيل ترانيم دينيه اوبيراليه. مزبوط عم فسر؟ مزبوط مزبوط. هو اولا ديفاين جلوري عنوانه للسي دي. اخذنا 11 اغنيه عالميه بالحان ميلاديه, يعني اللي غنوها كبار الفنانين مثل سايلنت نايت من مي كريتيان, أديست فيداليس, إنه كل هالألحان اللي معروفة عالمياً. وعملناها على بطريقة توزيع 120 عازف وهيك. إذا ما بلش حزيسنا بشي بتنقي, شو بتنقي؟ هلا الصبح اكيد مش رح دغري يكون عم بطلع لا, بس في غنيه هيك كثير معدومه, دينغ دونغ ميرلي اون هاي ان هيفن ذا بيلز ار رينجينغ دينغ دونغ ميرلي ذا سكاي ان هيفن ويذ انجل سينجينغ جو هوزانا إن إكسلسيس. أنت مصرة أنا الصبح غني كثير. لا ليش شو بكي بتجنني؟ ولا كثير بحب اللايف على الحقيقة, وحلو الواحد يغني يعني, بس إنه حلو الواحد يكون شوي نايم. هلا بنقي شيء ثاني هيك أخف. الكفر كثير حلو, كفر ال جوال الكفر حبينا كثير يكون أولا هيك بيحكي عن البيس, لأنه هن بيسفل كريسمس مالاديز كل شيء نحن حبينا. هيك لبسة أبيض بالكفر وهلا ايه قطعت الأبيض بالله. بس كثير حلو وعن جد مبين فيه سلام هيك. حبينا حبينا. أنا بهمني إنه بالنهاية نحن عم نخاطب الجميع, وكتير مهم انه يكون في بيس بالمساج اللي عم بتوصليه. فحبينا انه يكون هيدا الكاج, هيدا القفص اللي هو ابيض, انا لابسه ابيض, ثلج, كلني ابيض, بيعكس السلام ونقاوة القلب. انا عم بسال طب سلم على الي حداد زميلنا لانه بعرف انه رافقك بالنوك. هو اللي اهتم باللوك وبالفعل اللوك كتير حلو كان. لا كتير حلو ومرسي كتير لإلي يعني, أكيد مرسي كتير لكتير أشخاص يعني. كاتيا شو بتضيف؟ أول شيء وين سهرت مبارح؟ أولا كنت على التلفزيون, بعدين رجعت كنت بمركزية بجوني قديس نصليل. شو حلو. وخلصنا وتوصلنا وبتخيل أصحاب ومعايا وكادو وهيك. لكن نهار امبارح كان رالي عن جد طويل. واليوم بلش هيك يعني بالنهايه هيدي فرحه العيد, انه هلا هيدا العيد يعني, وخاصه مع ديفاين جلوري, انه بتحسي ما فيك الا غير ما تكوني نشيطه وعم بتقدمي شيء. كنت عم بعد يعني, كان عندي اكثر من 17 مقابله بهالفتره شو حلو. بين تلفزيون وانترفيوز على الراديو. ايه ف يعني هالعجقه هيدا اتس كريسمس, هيدا العيد. مزبوط. كاتيا شغلك كثير بيكون مع المساجين, بتركزي كثير على المساجين. هلا بهيدا الفتره كان عندك شيء زياره للسجون اللبنانيه؟ كان عندي ريسيتاليت يعني, هلا ريسيتاليت اكيد كان عندي بسجن فردان للنساء, بسجن بعبده للنساء, بسجن جبال للرجال.
وبصراحه يعني انا والسجون كثير على انسانيا كثير على تواصل مع المساجين كوني عضو بالمرشديه العامه للسجون. فكثير حلو انه الفنان مش بس يكون على المسرح ومرنم على كمان بالاطار المضبوط، حلو كمان يكون فيها الطابع الانساني. انساني اكيد. كيف بعيدوا العيد؟ واو ما في اخبركم عن جد. يعني اولا ما في شك انه السجين بحد ذاته هيدا عم بيعيش حاله غبن يعني او زعل لنفسي انه هو وين وبالنسبه له الدنيا وين. بس انا بقول لهم انه يا ما في اشخاص هن بيعطوك الرجاء وهن بيعطوك هن بصيروا يقووكي. يعني اكيد في حدا عم بيقوي انت عم بتقويهم ولا هن عم بيقووك؟ بالله نحن جايين تنقويهم انسانيا روحيا فنيا. بنعمل لهم انيماسيون بعمل لهم دائما يضل في هيك شويه فرح. تغيير جو. وما فيك تتخيلي قد ايه كان مبسوطين. يعني اللي عم بزقف هو واقف على الكرسي اللي عم نتيجه العمل اللي عم تعمليه يعني بتزرعي فرحه كمان. مزبوط عم تزرعي فرحه بالوقت اللي ما كانوا مستنظرين انه حدا هيك يكون هالقد عم بيتذكرهم بالعيد. اكيد انت عم تعطيهم وهن عم بيعطوكي كمان. يعني ايه ما فيك تتصوري خبره كثير كبيره بتاخديها على الصعيد الانساني. وبيعطيك هيك بعد نفسي بصير تشوف الامور اكثر من منظار مش بس من منظار السطح يعني الدنيا. لا بتروحي اكثر للعمق طبعا. انا بقول انه اصلا ياما في اشخاص هن بقلب السجن وهن احرار وياما في العكس. مزبوط 100%. فنحن بالميلاد بدنا نكون عم نزرع البسمه والفرحه والتفاؤل. كاتيا شو بدنا نهديهم ترتيله؟ نقيها انت على ذوقك، مش ضروري من السي دي، بركي ما بعرف تما تقولي عم ابتيني تنشوف السيدي. يلا شوفي ليكي هلا انه بالنهايه كلهم باللغه الاجنبيه. هن بثلاث لغات، الفرنش الانجليش لاتان. وتوزع يعني الاوركستريشن والريكوردينج باستوديو سنترال جوني. حلو هون بس بشوف شيء احمر. ليكي هلا ايه هلا هون هيدا اولا هيدا العصفور لانه الحب حبينا انه كل شيء نقاوي ويكون الاحمر هو علامه الحب وعلامه الميلاد وعلامه الميلاد اكيد ما في شك يعني. فبدي اقول انه هيدا نشوف بدنا نقول شيء هيك خفيف نضيف حلو مهضوم ما كثير بده طلعات ما كثير بده طلعات. فيرست نويل. يلا The first Noel The angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they were keeping their sheep on a cold winter night. That was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Hello. انا ما قصدي اخده منك السي دي بس انه لا انا بدي اعمل كان يلي انت كنت عم تعمله بدي افرجي لانه فيه صور كثير حلوه من جوا. صرنا هون على الشجره. اوكي كاتيا من بعد العيد رح بيكون في اغنيه فنيه لك هالمره من بعد ما صار لك وقت هيك غايبه. ليش هلا؟ اولا من قبل هيدا تحضير ديفاين جلوري كنا عم نحضر تحضري كنت بلشت احضر اغاني واللي صار انه بس هيك طلعت الفكره من سنه انه نعمل اغاني لكريسماس وطالما شان كلاسيك ولازم نكون عم نقدم شيء للعالم تعرف يعني شو هو شان كلاسيك باطار لانه مش كثير بتحسي العالم متاخذه بهيدا بهالاسلوب هيدا. فوقفت شوي فنيا تحضير وهلا رح ارجع على السنه الجديده. يعني شو الغنيه؟ لا خلينا بس بالسداء يعني كلمات الحان خلي هو اجواء ليك يعني. لا ما في شك انه بالنهايه الاحساس رح يكون موجود بحي الاغنيه انا رح اديها
والاغنيه اللي بدي اعملها هلا يمكن ينزل البوم يمكن غنيه بعد ما كمان البوم يعني ما في يقول هلا لانه بصراحه عن جد بعد ما انتهينا يعني بالموضوع وبس اكيد رح يكون شيء قريب للقلب يكون سلس يكون في احساس كيف صعب هلا ترجع تنقي واكيد الستيل يعني بال 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 بالاطار اللي انا عم بدرسه يعني صعب ترجع تنقي نوع هلا اغنيه رح ترجع تبلش فيها من جديد بعد ما كنت انقطعت شوي عن عالم الفن لكن ما في شيء صعب يعني بالنهايه حسيت انه محبه العالم هي عم بتطالب ويلا ولا وتاخرت ويلا وخلصينا بقى يعني ما بيعرفوا انه التحضير يعني انه التحضير كثير بياخذ وقت وهذا موضوع انا من الاشخاص اللي كثير بتأنى انه بهمني يكون في نوعيه اكثر ما انه يكون في دائما كميه انه يلا نزلنا على الاسواق يعني فبتخيل ما في اشكال ابدا طالما عم بتنزلي عمل حلو وعمل هيك واكيد بيختلف الغنى الاوبرالي عن الغنى العادي اللي نسمعه دائما يعني قررت تدرسي اوبرا هيدا اكيد بلس على سيفيتك الفنيه الارت ادفايزر بهيدا السي دي اللي هو دائما بيرافقني فادي جامبار جران ميرسي وما يزعلوا اذا نسيت حدا لانه هلا عم نحكي كنت سالتيني جوال اذا في فرق في صعوبه يعني بهيدا انه شو بدي يفعل سيفيتك انك تدرسي اوبرا رح تغني رح تلتزمي هالنمط؟ هذا النمط اكيد رح التزم فيه وبقدر اقول انه في شيء اسمه الاوبرا يلي هو كروس اوفر اللي انا عم بغنيه بهيدا السي دي اللي هو بيخليك انك تكوني عم بتغني عم تشقلي صوتك عم بتغني فوا دو تيت عم تستعملي الطاقات اللي عندك اياها مش عم بتتعبي حنجرتك لانه بتعرفي نحن كشرقيين كثير بنشتغل على الحنجره يا مي جنى دغري بتحس الحنجره فكتير حلو انك تكوني عم تدرسي يا ميجانا اهلا وسهلا شرفونا احبابينا يعني هلا انا بالشرق شرقي يعني ما في شيء شرقي كمان مع انه كثير بخافوا يعني انه غربي وما اقوم يقتلك ايه ما بيحسوا الشرقي مزبوط. لا بالعكس كثير حلو يلي قادر يتقن اثنين بيكون اكيد ليش لا ليه لا ابدا وخاصة انه بتكون عم بتشغلي اكثر من 400 عضل بجسمك صار تكون عم بتغني اوبرا هذا العالم ما بتعرفه لانه الجسم هو بين 600 و700 عضل تقريبا هلا هول كلهم اكيد تدرسيهم انتوا عم تدرسي اوبرا لتعرفي شو اي لا كثير مهم كثير مهم جوال انه تكونوا عن جد الواحد اول شيء بده يفهم جسمه شو هو ومش بس انه طلعنا غنينا في كثير تمارين بتتطلب يعني من الشخص أكيد. بدك بين الست اشهر والسنه تتفهمي كيف وقفتك لازم تكون مع نفسك مع شوي تفهم كيف عم تبلشي تغني اوبرا كاتيا درست كثير خلال هالفتره لاهوت واوبرا حتى اني سنه سريانه هلا تاني سنه سريانه يعني بتخيل لا يعني لازم اخذ سوبير شوي كمان احكينا شوي سريانه ينعاد عليكي لا عليكي هلا بدي اقول لك اللغه السريانيه هي لغه نحن ما كثير بنحكيها قد ما انه بتصيري تقريها اكثر بننشدها وبتنشديها اكثر وهذا شيء كثير انا بساعدني بساعدني بالترتيب يعني مزبوط. وبدي اقول انه انا صحيح برتل بحب اعطي حق للترانيم اللي انا عم بقولها وكون فاهمه مزبوط شو انا عم بعمل وعدا عن هيك يعني انه كنا عم نشتغل برتل بثمان لغات طيب كاتيا نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق بنرجع بنبارك لك مره ثانيه من عيدك كمان ينعاد عليك وان شاء الله هالعيد يحمل لك كل خير وقريبا نرجع نشوفك باغاني حلوه بدنا نختم بليله عيد مطلوبه تحت من الرجي ليله عيد ليله عيد الليلي زينو يا صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد يا مغارة كلها بيو شو بلشت يا واطي مثل اليهود كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد لأبواب الناس ويمشي والخيرة مش حفظتي لا لانه عم تقول يا واطي عم بترك لك انا اطلع لك عم اعمل انا اكيد هيك رح اقولها انت قولي طيب يلا قولي مثل ما بدي لا بالعكس حلو المشاركه مين قال انه العيد انا وحدي طيب نحن بنشكر حضورك معنا بنتمنى لك كل التوفيق ينعاد عليك وعلى كل اصحابك واهلك اي انا بعيد الكل بدنا نختم فيها ليلة عيد؟ ايه هلا رح نسمعها، بدك تقولي شيء قبل؟ بدي اقول انه بتمنى انه بهيدا العيد اولا يكون العالم حبوا السي دي
لانه كثير شاغلينه بطريقه حلوه وبتمنى انه يكون هالسلام هيك شوي نشيل الخوف نتحدى الخوف اللي نحن عايشينه بحياتنا اليوميه على جميع الاصعده وبنقول لا انه لبنان بعده بالف خير الحمد لله يلا ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا جداد وبكره الحب جديد يا مغاره كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد قبل ما نختم حلقتنا لليوم ننتقل على استوديو كلام بيروت مع سلمان سري الدين صباح الخير سلمان ينعاد عليك صباح الخير جوال لا جوال ينعاد عليكم والمعايده لكل اسره برنامج اخبار الصباح ايضا للاخبار قبل ما نبلش بالمعايده بدي اقول انه ضيفنا الاستاذ صالح حذيفي مفوض الشباب والرياضه في حزب التقدم الاشتراكي بيوصل بعد شوي لعنا اوكي المواضيع هي موضوع الحوار الذي انطلق مبدئيا والامال باستكماله بعد كسر الجليد في هذه العباره موضوع بكركي رئاسه الجمهوريه العسكريين واهالي العسكريين المخطوفين الحمله المستمره كما قال وزير ابو فعور حتى بالاعياد على سلامه الغذاء وفي مؤتمر لمنظمه الشباب التقدمي رح نحكي ايضا مع ضيفنا بالمعايده الى جانب معايدتكم بعيد الميلاد للاخبار ومعايده خاصه لرجال قوى الامن الداخلي هذه الحمله وهذه الاجراءات الاستثنائيه خلال فتره الاعياد للجيش وايضا لاهالي العسكريين ويعني هذه المعايده لابد منها ولاهالي الشهداء ايضا طبعا نحن كمان من دورنا من عايدك سلمان نعاد عليك بالخير والبركه وخلي لك عائلتك نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا وقبل ما نختم على هامش معرض بيروت للكتاب حصد دار الفارابي جائزه افضل دار نشر في العالم العربي اجواء هالجائزه منتبعه بمقابله مع الاستاذ جوزيف ابو عقل صاحب دار الفارابي بكرة حلقة جديدة من أخبار الصباح للساعة 7:30 كونوا معنا ينعاد عليكم باي شوف بيعني لي على الأقل بشجن أنه والله نحن ماشيين صح وحنكمل مش خايفين لا مش خايفين خايفين بلا خايفين أنه أنا صار مطلوب مني أكثر يعني هلأ مهماتي يعني بالأول كان معك 10 لازم تطلع 11 هلأ معك 100 لازم تطلع 110 وكل ما زدت كل ما صار مطلوب منك أكثر نحن بدنا نشهد بعتقد وبلش يبين إقبال إنه والله هذه دار مش كل الناس عندهم بذهنهم بيعرفوا دار نشر بدنا يجوا ينشروا ونحن هذا مجال فاتحينه للمبتدئين يعني ما عم نقول والله نحن دار كبيرة ما بننشر لهاول مبلشين جديد لا نحن برأينا هاول بدهم يطلعوا كتاب المستقبل وهاو اللي نحن مرهنين عليهم وطلعنا مجموعة كبيرة
من الشباب اللي بلشوا أول مرة واللي كملوا وصاروا إلهم اسم موجودين بالسوق وعندهم كتب ونحن مواكبينهم. هذه الدار عندها رسالة ومن شدف الربح. أكثر دار بتنشر نحن أفقر دار ونفتح بنوكتنا ما عندنا ولا أمانة، ما في دول تشتري منا نحن، ولا وزارات ثقافة بتشتري منا، ولا مؤسسات داوعة للدول بتشتري منا. نحن أكثر دار منبيع بالسعودية إفرادي، ولا طلبية تجينا من أي مؤسسة من مؤسسات السعودية. يعرفونا ونعرف ومتعايشين، ونحن أهم دار باعتراف كل اللي بيحضروا، وأكثر ناس منبيع هناك.